يسعدني ان يكون معايا رئيس المسابقه الاستاذ سامح عاطف. طبعا بقول لك مليون مبروك على الموسم الثالث من المسابقه. حبيبي استاذ محمد منورنا النهارده كالعاده، انت منورنا على طول يعني. ربنا يخليك، ده نورك. والحقيقه ببارك لك على الدوره الثالثه، واضح ان من سنه للثانيه في تقدم وفي تطوير في المسابقه. الحمد لله بنشتغل على نفسنا كويس، ولازم يبقى في ابتكار وفي فكر، وبتقدم رساله مش مجرد مهرجان، لازم يبقى في رساله بتقدمها وانت بتعمل ايه، ولازم يبقى في تغيير ولازم يبقى في كمان ابتكار. المهرجانات بتتكرر بس لازم يبقى في ابتكار في عالم الفاشن والموضه، وخصوصا ان مسابقتي اسمها بنت النيل. بنت النيل السنه دي مقدم لنا ايه من خلالها؟ ان شاء الله في مفاجآت كبيره جدا، اولهم الاوبننج ان شاء الله، حاجه كده افتتاح اوروبي يعني ان شاء الله باذن الله. النهارده طبعا، النهارده ان شاء الله فرقه اسماعيليه دانسر ان شاء الله عامله اوبننج كويس، والمطرب محمد العلالي اغنيه بنات اوروبا ان شاء الله. جميل. يعني بنوصل رساله ان بنات اوروبا زي ما بنات اوروبا حلوين، هم بنات النيل برضو حلوين يعني. احلى بنات مصر يعني، وبنات النيل بشكل عام. حبيبي يعني، ربنا يخليك، ودايما انت متالق ودايما معانا كل سيزون وقبل السيزون ال100 ان شاء الله. كلمني بقى عن عدد الفتيات اللي شاركوا السنه دي، كم بنت؟ 14 بنت السنه دي، كانوا 30 صفينا على 14، وتعرف بقى لنا 5-6 شهور بنشتغل وبنجتهد، وربنا يسهل والله المستعان يكلم مجهودنا على خير يعني. اتمنى بس يكون اليوم عجبكم والتجهيزات عجباكم. اكيد يعني حاجه رائعه بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ محمد ودايما منورنا. الله يخليك. لجنه التحكيم بقى كلمنا عنها. لجنة التحكيم السنة دي ممكن تكون كوميدية شوية يعني، أنا حابب الماتشنج اللي ما بينهم، الفنانة صفاء جلال والفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة والمخرج أحلى ثلاثي على فكرة، عصام كاريكا والمخرج الجميل حسام الدين صلاح. جميل. القلب ولا العين؟ مين السبب في الحب؟ أنا مش شايف ولا القلب ولا العين، القلب بيكمل العين والعين بتكمل القلب، أنا شايف الظروف هي اللي بتكمل الحب، دي الرسالة بتاعتي، الظروف. جمال يعني، هل بيبقى له دخل كبير من وجهة نظرك؟ جمال مهم جدا، بس الجمال جمال مش جمال الشكل، جمال الروح وجمال الاختيار. أنا عندي البنات النهارده هتشوفهم 14 بنت غير بعض خالص، بقدم رسالة بقدمهم لمصر، اشتغلت عليهم كتير ويا رب يطلع اليوم كويس ويعجبكم إن شاء الله. 14 بنت و14 فبراير عيد الحب، فبالتأكيد بتوجه رسالة حب لكل الشعب المصري والعربي من خلال المسابقة دي. كل سنة وكل مصر بخير، وأنا بشكر أولا ربنا على اليوم اللي مخلي لي اليوم حلو، ولا في سقعة ولا في مطر، وأنا كنت محدد من بدري، وحتى الناس كلها قالت لي تعمل اوبن ايريا وهتعمل التجهيزات دي كلها وخايف، قلت لهم أنا ما بخافش غير من اللي خلقني وخليه على الله. نعم بالله، وطبعا بحييك وبشكرك، بتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك يا استاذ محمد وبشكرك جدا.